حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد استحضت حيضة منكرة شديدة فقال احتشي كرسفا قلت إنه أشد من ذاك إني أثجه ثجا قال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي وصلي 23 أو 24 واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا وهذا أحب الأمرين إلي ولم يقل يزيد مرة واغتسلي للفجر غسلا.